بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنعرض لكم المؤشرات الشبه نهائية لتنسيق الشهادة الإعدادية 2022 بعد أن أعلنت جميع المحافظات إلا محافظات قليلة نتيجة الشهادة الإعدادية. بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بيبحث الكثير من الطلاب الآن عن المؤشرات أو انخفاض تنسيق الشهادة الإعدادية، حيث أكدت مصادر موثوقة لجريدة المصر اليوم بأن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 سوف ينخفض في جميع المحافظات، وسوف يكون المؤشرات كالتالي: تنسيق الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة سيكون من 235 درجة، تنسيق الجيزة من 218 درجة، تنسيق محافظة الإسكندرية 225 درجة، تنسيق محافظة الشرقية 238 درجة، تنسيق محافظة الدقهلية 245 درجة، تنسيق محافظة البحيرة 245 درجة، تنسيق محافظة القليوبية 230 درجة، تنسيق محافظة المنيا 230 درجة، تنسيق محافظة الغربية 233 درجة، تنسيق محافظة سوهاج 250 درجة، تنسيق محافظة أسيوط 235 درجة، تنسيق محافظة المنوفية 230 درجة، تنسيق محافظة قنا 243 درجة، تنسيق محافظة كفر الشيخ 245 درجة، تنسيق محافظة الفيوم ما بين 225 درجة و 230 درجة، تنسيق محافظة بني سويف من ما بين 235 درجة و 240 درجة، تنسيق محافظة دمياط 235 درجة، تنسيق محافظة الإسماعيلية 230 درجة، تنسيق محافظة السويس 225 درجة، تنسيق محافظة الأقصر 235 درجة، تنسيق محافظة السويس 225 درجة، تنسيق محافظة مطروح 225 درجة، تنسيق محافظة البحر الأحمر 225 درجة، تنسيق محافظة الوادي الجديد 235 درجة، وأخيرا تنسيق الشهادة الإعدادية لمحافظة جنوب سيناء من 225 درجة. وبكده يكون عرفنا المؤشرات الشبه نهائية لتنسيق الشهادة الإعدادية 2022 بعد أن أكدت مصادر موثوقة لجريدة المصري اليوم بانخفاض تنسيق الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.